وين وين ادحري الشيطان عنك يا بنتي، ما يصير تطلعين نص الليل. بروح بيت اهلي، نفس ما طلعت منه برد له. اهلك اللي تبرى منك. اسكت انت، صار لي ساعه بعلمها بفهمها مو راضي تفهم. روحي توكل على الله. بروح، ليش ما اروح؟ ولا تنسى ترد زوجتك الاوليه. ها يا بنت الحلال، انت ليش راكبه راسك؟ ترى ما فيها شيء، هذا حفيدنا ورحنا نشوفه، ولدنا لازم نشوفه. خالتي انا ادري ان سعد يحبها وما راح يطلقها، وانا مجرد موظفه عنده بالمكتب، ما يقدر يستغنى عني. شلون بالله موظفه ومتزوجك؟ زوجته بس بالاسم، وبالحقيقه انا مجرد عامل عنده بالمكتب. صلي على النبي، ايش هالحكي اللي تقولينه؟ عليه الصلاه والسلام. بس انا ابي اتطلق، ابي اتطلق يا سعد. توكل على الله، روحي بيت اهلك، صار لي ساعه قاعد اقنع فيك، ترى حتى مينون لو اقول له هذه السالفه بيصدقها. يلا روحي طسي يلا. الله يهداكم ويصلحكم، الله يهداكم ويصلحكم. يعطيكم العافية، قواكم الله، ما قصرتوا. أستاذ مرافعتك كانت ممتازة. هذا فضل مجهودك، أنت ما شاء الله عليك افتريتي على وزارات الدولة كلها، لو مو انتي المستندات اللي طلعت كان مرافعتنا ما لها قيمة. صار لها اسبوعين تفتغ من وزارة لوزارة، ما في ورقة ما طلعتها. ما شاء الله عليها، شهد انت انسان رائع، انت انسانة ممتازة، جهودك جبارة. يلا شباب نشوف الجلسات الثانية. يلا بسم الله.